لطالما اعتبرت الاودي تي تي سيارة رياضية صغيرة للقيادة اليومية، وعمرها ما كانت بالنسبة لإلي بتنافس بالأرقام سيارات مثل البورش كيمن أو البورش كاريرا 4S، لكن هذا كله تغير مع السيارة اللي معنا اليوم وهي الاودي تي تي ار اس. خليني أعرفكم أكثر على هاي السيارة. من الخارج شو اللي عم بيميز الاودي تي تي ار اس عن السياره اللي بتيجي تحتها مباشره وهي التي تي اس؟ طبعا عندنا اول شيء اللون. هذا اللون هو لون حصري للاودي تي تي ار اس، وراح اسمه يعجب مشجعين برشلونه كتير. اودي بتطلق عليه اسم كاتالونيا ريد. طبعا السياره عم تيجي حصريا مع هذا الشبك بهذا الشكل المميز، طبعا مع لوجو تي تي ار اس، وأسفله عم نحصل على لوجو نظام كواترو اللي هي بوزع القوة على العجلات الأربعة. والسيارة كمان فيها فتحات تبريد للتيربو طبعا أكبر. السيارة بشكل عام عم تيجي منخفضة بعشرة مليمتر أقل من سيارة التي تي اس. وطبعا السيارة عم تحصل على جنوط مميزة بهذا الشكل واللونين الأسود والكروم بقياس طبعا 20 إنش. ولكن الشيء اللي بميز هاي السيارة عن كل السيارات بالعالم هو بالخلف، فلأول مرة بالعالم بيستخدموا نظام OLED أو OLED ليصنعوا المصابيح الخلفية، وطبعا هذا بيعطي المصابيح الخلفية شكل مميز جدا ما بتتميز فيه أي سيارة ثانية بالعالم. ولدرجة تميزه حطوا شعار تي تي داخل هاي التركيبة من الأضواء الخلفية. وطبعاً بالخلف كمان معانا هذا الجناح الثابت الكبير اللي فعلاً بيعطي هاي السيارة شراسة أكبر وشكل رياضي أحلى بكتير. وهلأ إحنا بداخل التي تي آر إس، وبصراحة أنا عندي اقتراح الأودي. الشخص اللي صمم لكم السيارة من الداخل لازم يحصل على جائزة نوبل للمينيماليست ديزاين أو تصميم الحد الأدنى، لأنه هذا الشخص كان مصمم أنه يوصل للحد الأدنى من التصميم ليعطي التابلو شكل أنيق لدرجة أنه قدر يختصر يعني عدد كبير من الأزرار. أضرب لكم مثال، هاي الفتحات الثلاثة للمكيف اختصرت معانا تقريباً 6 أزرار على الأقل. فمن هاي الفتحات الثلاثة بتقدر تحرك طبعا الفتحات، تسكر الفتحات، وهاي الدوائر اللي بمنتصف هاي الفتحات عبارة عن كل دائرة فيها تحكمين عن طريق القرص. مثلا هذا بتحكم بقوة المكيف، هون درجة الحرارة، هون وضعية المكيف هل هو للأعلى للوجه أو للأسفل. وبنفس الوقت بقدر أكبس عليها فهي زر للأوتو أو لأنه بدك الهواء يكون داخل السيارة أو من الخارج، أو لتشغل وتطفي التكييف. فعلا هذا الشخص كان مصمم على المينيماليست، على أنه يوصل للحد الأدنى من هذا التصميم، لدرجة أنه تماما شالوا أي شاشة بمنتصف التابلو، وضعوا كل المعلومات اللي بحتاجها السائق أمامه طبعا بالفيرتشوال كوكبيت أو المقصورة الافتراضية من أودي. وأنت طبعا تقدر تتحكم بكل المعلومات اللي موجودة بالسيارة، بتظهر لك على الشاشة عن طريق جهاز أودي MMI أو هذا القرص الموجود أمامنا اللي هو عبارة عن قرص وبعض الأزرار اللي بتدخلك لأنظمة مختلفة بالسيارة، مثل طبعا السيارة مجهزة بنظام ملاحة نافيجيشن أو البلوتوث أو الراديو، واللي طبعا النظام الصوتي بيجينا بأودي مثل أي أودي تاني من شركة بانج أند أوليفسون وبيعطينا صوت رائع. طبعا السيارة من ناحية المواد عم تستخدم مواد عالية الجودة، فطبعا عنا هون مواد طرية على التابلو، جلد مخيط على الكراسي طبعا بشكل التخييط اللي بنعرفه دايما من أودي، أيضا استخدام الألكنتارا على مقبض الجير وعلى هذا المقود اللي هو رياضي وشكله رائع. وطبعا هو مش غريب علينا لأنه ماخدينه مباشرة من سيارة الأودي R8.
خليني أبدأ لكم تجربتي بقيادة الأودي تي تي آر إس ببعض المعلومات. فهذا المحرك الموجود على هاي السيارة جديد بالكامل. وشو السبب؟ السبب إنه المحرك كتير قريب على مقدمة السيارة، فبالسنوات السابقة كنا عم نحصل على شوية أندرستير بكل لفة عم ناخدها. شو عملت أودي لتحل هاي المشكلة؟ قاموا بتصنيع هذا المحرك بوزن أخف ب 26 كيلوغرام عن المحرك السابق. طبعا هذا أعطانا تماسك أكبر بالسيارة. طبعا هذا المحرك هو عبارة عن محرك توربو 2.5 لتر 5 سلندر، بيعطينا 400 حصان ومع جير الاسترونيك من أودي اللي هو من 7 سرعات عم بقدر يسارع السيارة لسرعة 100 كيلومتر بالساعة ب 3.6 ثانية. أرقام كبيرة كتير لسيارة الأودي، وقربت كتير على حدود اللي ممكن نطلق عليه السوبر كار. تاني أهم شغلة عم نحصل عليها مع الأودي تي تي بالقيادة هي طبعا التحكم والإحساس الكبير اللي عم تحصل عليه من هالمقود اللي قلنا هو طبعا مقود رياضي رائع مأخوذ من الار 8. ففعلا بكل منعطف انت عم تحس قديه نظام الكواترو اللي عم بيوزع العزم على العجلات الأربعة عم بتدخل لحتى يعطيك أكبر تماسك. وطبعاً ما ننسى بيزيد لهاي المتعة وابتسامتك اللي حنرسم على وجهك كل مرة تضغط على دواسة البنزين الصوت الرائع اللي عم بيجي من العادم اللي هو طبعاً مزود بصمامات فعالة تقدر أنت تسكرها أو تفتحها عن طريق هذا الزر. فهلأ أنا فتحتهم، اسمعوا الصوت معي. فعلاً أودي قمتوا بعمل رائع مع الصوت اللي عم بيطلع من هذا المحرك، وطبعاً لأنه 5 سلندر عم بيعطينا صوت مميز جداً. ومع المكابح الكبيرة الموجودة على التي تي آر إس راح تحس بثقة كبيرة وأنت عم بتسوق هاي السيارة. ولكن بنهاية اليوم وأنت مروح على البيت بدك تستخدم هاي السيارة بشكل يومي، فحتقولوا لي طب كل هاي الأصوات والسرعة وكذا كيف ممكن هاي السيارة عايش معها يوميا؟ ببساطة عن طريق زر تغيير وضعيات القيادة. لما نحط السيارة بوضعية كومفورت، احنا كنا بدايناميك هلأ كومفورت، وعم سوق السيارة بسرعات عادية، وممكن احنا نرجع نسكر صمامات العادم، عم نحصل على قيادة مريحة. وانا تفاجأت بمستوى الهدوء اللي عم نحصل عليه من هاي السيارة، حتى انه تعليق السيارة عم بيشتغل كسيارة سبورت، عم بيشتغل بشكل رائع بانه يخفف من التعرجات بالطريق. خليني احاول اورجيكم قدي السيارة هادئة بالقيادة العادية. طبعاً السيارة حتحاول كمان توفر بالبنزين وحتضلها تحط أعلى سرعة على الجير ممكن توصل لإلها بالسرعة هاي. ولكن مين بده يسوق هيك سيارة بهيك وضع؟ خلينا نرجع على الديناميك ونستمتع شوي بقيادة الأودي تي تي آر إس. فوراً عم تحس بالكواترو كيف عم بتدخل وبحافظ على السيارة بالمسار اللي انت بدك اياه، مع الإحساس الرائع والدقة اللي عم تحصل عليها من المقود. بكل هاي الأرقام اللي حكينا عنها والتجهيزات العالية اللي عم تيجي على الأودي تي تي آر إس، وطبعاً بمتعة القيادة اللي عم تعطينا إياها خاصة مع صوت الأكزوست المميز جداً، فعلاً صارت الأودي تي تي آر إس بسعرها اللي بيبدأ من 291 ألف درهم بوصل مع النسخة اللي معنا اليوم ل 306 ألف درهم، بتنافس سيارات عم تنباع بضعف هذا السعر. فإذا كنت بالسوق عم بتدور على سيارة أداء رياضي عالي جداً،
فعلا الاودي تي تي ار اس تستحق انك تفكر فيها ولازم تروح تجربها. بتمنى انكم عجبتكم التجربة وبشوفكم بتجارب قادمة.